انا اسمي ناصر هلال، مراقب في الجهاز المركزي للمحاسبات، عضو رابطه رقابيون ضد الفساد بالجهاز المركزي للمحاسبات. اكبر مطلب من مطالب الثوره قامت، وكان المطلب الرئيسي ليها والمطلب العمومي، الشعب يريد اسقاط النظام. والنظام يعني السيستم، الناس اللي بتدير. لو احنا هنضرب مثل بسيط، لو في شركه والشركه دي حققت خسائر وعملت مشاكل، مش بيقيلوا مجلس الاداره بتاعتها؟ هل مجلس الاداره بتاع مصر هو النظام الذي كان يحكم ايام مبارك؟ الذي حدث هو اقاله راس النظام مع وجوده في شرم الشيخ، ويقال زي ما بيقولوا ان هو ما زال بيدير البلد، ودي علامه استفهام كبيره. الشعب يريد اسقاط النظام، ولم يسقط النظام اذا لم تحقق الثوره مطالبها. النظام يعني ايه؟ يعني كل واحد كان يملك قرار في الاداره بتاعت حسني مبارك، في اداره دوله حسني مبارك، مش كانت مصر، كانت الابعاديه بتاعت حسني مبارك. ما زال موجود رؤساء الجامعات، رؤساء الاجهزه والمصالح، المحافظين، الجماعه بتوع المحليات كلهم. يعني حضرتك هنضرب مثل بالتربيه والتعليم، كيف يتسنى ان احنا نغير وزير التربيه والتعليم ونخلي كل مدير مديريات التربيه والتعليم؟ ده كلام هذا لا يجوز. لما نيجي نستبدل وزير الزراعه نجيب الراجل اللي كان ماسك مركز البحوث الزراعيه. ما هو الراجل اللي كان ماسك مركز البحوث الزراعيه كان عضو في الحزب الوطني، وكان اللي معينه حسني مبارك. الموضوع ليس مش موضوع تغيير اشخاص، احنا عاوزين تغيير استراتيجيه اداره البلد نفسها. لازم الاداره بتاعه البلد تتغير، لازم الفكر يتغير. النظام الطبطبه ما عادش ينفع. عايزين نظام اعتراف ان فيه ثوره حدثت تهدم نظام وتخليه خالص عشان تبني نظام جديد، وهذا لم يحدث. واذا لم يحدث هذا سيظل الناس في اعتصام دائم الى ان تتحقق مطالبهم، وشكرا.